طلبتنا الأعزاء، في محاضرتنا الأولى راح نتكلم عن المقدمة عن النظام المحاسبي الموحد. راح نتكلم في هذه المقدمة أو تتضمن محاضرتنا أربع محاور: أولا الحاجة للتوحيد المحاسبي، وثانيا مجالات التوحيد المحاسبي، ثم المستحدثات في النظام المحاسبي، وأسلوب كتابة القيد المحاسبي بموجب النظام. من تتكلم على أول حاجة للتوحيد المحاسبي، أضرب فد مثال بسيط، أقول له عند شخص معين عدة مشاريع، أحد مشاريع قطاع صناعي يعني شركة صناعية، مشروع الثاني شركة تجارية، مشروع الثالث مزرعة، مشروع الرابع نشاط خدمي، وكثير من المشاريع. هذا الرجل نفترض عنده هالمشاريع وهو مالك لهذا المشاريع، ومعين في كل مشروع محاسب، ويحتاج هذا الشخص إلى معرفة نتيجة النشاط والمركز المالي للمشاريع. وهذا وظيفة المحاسبة، تقديم معلومات لأصحاب المشروع. فبالتأكيد إذا كل محاسب اعتمد إجراء محاسبي معين، طريقة محاسبية فيما يخص على سبيل المثال المخزون، وإحنا نعرف عدة طرق في احتساب قيمة الصادر من المخازن حسب طريقة الوارد أولا صادر أولا، أو الوارد أخيرا صادر أولا، أو المعدلات، طريقة المعدلات، المعدل البسيط، المعدل الموزون، وكثير من الطرق في تسعير المخزون، أو طرق الاندثار، قسط ثابت، قسط متناقص، سنين العمر الإنتاج. هذه الطرق اللي أخذتوها في المرحلة الأولى ودرستوها في دراساتكم السابقة. فبالتأكيد هذه المعلومات اللي توصل هذا الشخص تكون غير متجانسة، غير موحدة، فيحتاج إلى عملية إعادة توحيدها لاستفيد منها. وبالتالي هنا تبرز الحاجة لتوحيد محاسبي. هذا الشخص يوجه المحاسبين في كثير في مشاريع يعملون بها أنه استخدموا هالإجراء المحاسبي، استخدموا هذه الطريقة المحاسبية، احتسبوا الاندثار بالقسط الثابت، وبالتالي كل البيانات تصعد لهذا الشخص أنها تكون موحدة. منها ظهرت فلسفة النظام المحاسبي الموحد. فإذا كان هذا الشخص هو عبارة عن الدولة، والدولة عندها عدة مشاريع وتحتاج بيانات لأغراض التخطيط الاقتصادي، لأغراض توجيه الاقتصاد، فبالتأكيد إذا ترك الأمر للمحاسبين في كل مشروع راح تكون البيانات متباينة من حيث المسميات، متباينة من حيث الأشكال، متباينة من حيث الأسس اللي اعتمد في إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي. فمن هنا ظهرت الحاجة للتوحيد. فإذا طرقنا لهذه الحاجة بهالسؤال، هل تفي البيانات المحاسبية بمتطلبات واحتياجات الجهات الخارجية باعتبار هذا الشخص طرف خارج على المشاريع، أو الدولة طرف خارج على المشاريع المتعددة، في ضوء هالفقرات الثلاث: اختلاف وجهات النظر المحاسبية والاقتصادية، تعدد البدائل المحاسبية، الاختلاف في المسميات الحسابات وتبييض المعاملة المالية. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى التوحيد المحاسبي. ففلسفة التوحيد المحاسبي تقوم أنه نعد قالب، مثل ما يقولون نعد قالب من الإجراءات، من المسميات، من الأشكال، إلى المحاسبين يعتمدون في إعداد حسابات المالية في الشركات تعمل فيها، وبالتالي راح يكون عملية توحيد. فمنها ظهرت مصطلح أو هالنظام، النظام المحاسبي الموحد. وبناء على ما سبق ظهرت الحاجة للتوحيد المحاسبي. فما هو النظام المحاسبي الموحد تعريفه؟ شوف، لاحظ تعريف النظام المحاسبي لهذا الظاهر قدامك، من تقرأ لا يختلف عن تعريف المحاسبة
إذا ما أخفينا كلمات هالكلمة الموحدة هالكلمة وهالكلمة، يعني إذا قلنا مجموعة موحدة من المفاهيم هذا تعريف النظام المحاسبي والمصطلحات والقواعد والإجراءات وتسجيل وتشغيل العمليات المالية في مجموعة موحدة من السجلات المحاسبية داخل وحدة اقتصادية لغرض بيان نتيجة أعمال هذه الوحدات وكذلك بيان المركز المالي. إذا أخفينا هالكلمتين موحدة موحدة فهذا هو تعريف المحاسب اللي احتمدناه في السنة الأولى، هو التعريف العام للمحاسب. إذن النظام المحاسبي ليس فرع من فروع المحاسب بل هو حلقة من حلقات تطورها، لا يختلف مفهومه عن مفهوم النظام المفهوم المحاسب بشكل عام إلا في مجال التوحيد، إلا في مجال التوحيد. يعني إذا أخفيت مثل ما قلت إذا أخفيت الكلمتين يكون هو تعريف المحاسب، ولذلك ماكو فرق بين هل النظام المحاسب الموحد والمحاسبة المالية إلا في مجال التوحيد، كلاهما يستخدم المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية وكلاهما يستخدم طريقة القيد المزدوج. الآن ما هي مجالات التوحيد المحاسبي؟ أول هذه المجالات التوحيد المحاسبي وأهمها هو توحيد الدليل المحاسبي. ما المقصود بالدليل المحاسبي؟ هو الهيكل العام للحسابات. في كل شركة أو وحدة اقتصادية أكو حسابات تشكل الهيكل العام لهذه الحسابات التي تفي باحتياجات كافة وحدات اقتصادية الملزمة بتطبيق النظام. وهذا الدليل المحاسبي يعتمد به طريقة الترميز الرقمي للحسابات، وسنعرف شنو الترميز الرقمي. هالحسابات في هذا الدليل تم تقسيمها إلى حسابات تتعلق بتحديد المركز المالي، ومثل ما تعرفون شو المقصود بالمركز المالي؟ هي الموجودات والمطلوبات بمفهوم العام، بمفهوم العام الموجودات والمطلوبات، وحسابات النتيجة والمقصود بها الاستخدامات والموارد. ومن الجدير بالذكر هذه المصطلحات الاستخدامات والموارد هي مصطلحات اقتصادية، لأن هذا النظام المحاسب واحد يربط وجهة النظر المحاسبية بوجهة النظر الاقتصادي، فاستخدم هنا الاستخدامات والموارد، في حين الموجات والمطلوبات هي مصطلحات محاسب واحد متعارف عليه. المهم هالحسابات الأربعة اللي مرت بالشريحة السابقة خصت لها أرقام، هذا المقصود بالترميز، خصت لها أرقام من 1 إلى 4 وكما يلي. حساب الموجودات أعطي رقم 1، فكل حساب بالدليل المحاسبي يبدأ برقم 1 من جهة اليسار يمثل حساب إجمالي، يعني هذا الحساب الموجودات بس مرتبة واحدة رقم 1 حساب إجمالي. المطلوبات أعطوه رقم 2 وهذا أيضا يمثل حساب إجمالي، باعتبار الحساب اللي يحمل مرتبة واحدة يسمونه حساب إجمالي، لأن هذا هيكل بعدين نتطرق له. حساب الاستخدامات الطور رقم 3 وقلنا هي الاستخدامات المقصود بها المصروفات المتعارف عليها بالمحاسبة، حساب إجمالي أيضا، وحساب الموارد والإيرادات رقم 4. فكل حساب يبدأ بمرتبة واحدة بحساب يسمى حساب إجمالي. هذه الحسابات تتحلل حسابات بمستويات 3 من الحسابات الفرعية كحد أدنى، وممكن أن يتحلل 5 مستويات من الحسابات الفرعية كحد أقصى، واحتمال بالتحديثات الأخيرة أيضا حلوا إلى مستوى 6 مستويات، وأن حسابات قليلة تتحلل إلى 6 مستويات. فهذه الحسابات ومسمياتها للمستويات بالشكل التالي، قلنا الحساب إذا بمرتبة واحدة مرتبة أحد فقط، هذا الحساب هذا مرتبة واحدة أحد يسمون يطلقوا عليه حساب إجمالي وخصصوا الأرقام من 1 إلى 4. إذا مرتبتين ثنائي يسمون الحساب عام من 1 خصصوا الأرقام من 1 إلى 9. والحساب إذا ثلاثي 3 مراتب يسمونه مساعد من 1 إلى 9 خصصوا الحسابات، ورباعي أيضا يسمونه حساب أو الحساب يسمونه الفرعي من أيضا خصصوا الحسابات من 1 إلى 9، وخماسي الجزئي من 1 إلى 9، وإذا أكو سداسي فيسمونه التحليلي
ان حسابات قليله بالنظام المحاسبي. على سبيل المثال، على سبيل المثال هذا الحساب هو وسائل نقل الركاب مستوى خماسي، هذا الحساب هو جاي من تفرعات هذه الحسابات قدامك. رقم واحد قلنا حساب اجمالي بمرتب وحده، هذا المستوى الاول. من الموجودات يتفرع حساب اسمه الموجات الثابته، يحمل مرتبتين راح يصير واحد واحد، يسمونه حساب عام مستوى الثاني. و يتحلل من الموجات الثابته على سبيل المثال حساب اسمه وسائل نقل وانتقال 114، هذا المستوى يسمونه حساب مساعده والمستوى الثالث. ومن هذا الحساب يتفرع حساب اخر يسمونه وسائل نقل بالسيارات 1141. شوف لاحظ التفرعات تكون على اليمنى، الارقام تضاف على اليمنى. وسائل نقل بالسيارات حساب فرعي يسمونه المستوى الرابع، وايضا هذا مستوى خماسي اسمه وسائل نقل الركاب وحساب جزئي، حساب جزئي. فهذا الحساب، هذا الحساب هو المقصود بالمستوى الخامس، وهذا الحساب جاء من تفرعات قدامك. إضافة لهذه الحسابات الميزانية والنتيجة، هنالك مجموعة ثالثة من الحسابات الإجمالية ما متضمنها الدليل المحاسبي ولكن موجودة ضمن النظام. هذه الحسابات هي مراكز الإنتاج، وهذه تستخدم في محاسبة التكاليف، أعطيت لها رقم 5، ومراكز خدمات الإنتاج أعطيت لها رقم 6، والخدمات التسويقية أعطيت لها رقم 7، والخدمات الدارية 8، والخدمات والعمليات الرأسمالية أعطيت لها رقم 9. إذا نلقي نظرة سريعة على الدليل المحاسبي بالشكل التالي، هذا الإطار العام للحسابات. شوف لاحظ هذا قلنا مستوى إجمالي موجودات يقابل المطلوبات رقم 2 مستوى إجمالي باعتبارها حسابات الميزانية، وهذه من حساب رقم 1 يتفرع إلى رقم 11 يضاف إلى رقم، يعني 1 يضاف إلى رقم 1 الموجات الثابتة، 12 مشروعات تحت تنفيذ، 13 المخزون، تستمر إلى حساب 19 حسابات المتقابلة المدينة، وكذلك في الطرف الآخر من الميزانية رقم 2 يتفرع إلى 2-1 رأس المال، 2-2 الاحتياطيات، وإلى آخر حسابات المتقابلة الدائن. هذه الإطار قدامك. سؤالي إليك، أكو ملاحظة في هذا الإطار؟ إذا تعمقت بالنظرة تلقى الملاحظة أو ما يسترعي انتباهك عن هذه الحسابات، أكو ملاحظة بسيطة حاول توجدها وتكتب عن هذه الملاحظة شنو المقصود، شنو المقصود بها. أكو ملاحظة موجودة، دقق النظر بهذه الحسابات وأكو ملاحظة موجودة. ثم هذه حسابات الميزانية، ثم حسابات النتيجة. هذه حسابات النتيجة أيضا 3 استخدامات حساب إجمالي و4 الموارد حساب إجمالي. هذا رقم 3 يتفرع إلى الرواتب والأجور، و30 مستلزمات السلعية 32، وباقي الفقرات إلى حساب 39 مصروفات أخرى. وبالمقابل حساب الأربعة يتفرع إلى 4-1 إيراد نشاط الإنتاج السلعي، و4-2 إيراد نشاط التجاري باعتبار هذه الشركات الصناعية وهذه الشركات التجارية، و3-4 إيراد نشاط خدمي الشركات الخدمية كالطيران والمستشفيات، وإيراد الخدمات للغير، و45 كلفة الموجات المصنعة داخليا، هذا حساب أيضا راح ناخذه، وفوائد الدائنة وإيجارات الأراضي، و آخر شيء الإيرادات الأخرى. هذه حسابات النتيجة، والمقصود بها حسابات الربح والخسارة تظهر من مقابلة الموارد بالاستخدامات، إيرادات بالمصروفات. يبقى هذا الكشف، قلنا هذه حساب رقم 5 و6 و7 و8 و9، هذه تتوزع بها المصروفات على هذه المراكز. فعلى سبيل المثال هذا للاطلاع، الرواتب والأجور رقم 31 كمصروف، الناس اللي يشتغلون بالمراكز الإنتاج فحصتهم تروح إلى حساب الإنتاج برقم دليل 531. شوف هذا الرقم 5 باعتبار هذه الناس يشتغلون بمراكز الإنتاج، والناس يشتغلون بالخدمات الإنتاجية تقدم خدمات إلى هذا المراكز الإنتاجية 631، وهذا الخدمات التسويقية وباقي المراكز.
هذه قدامك ايضا، هذه للاطلاع تشوف شلون تتوزع، هذه في محاسبة التكاليف ما نختص بها احنا. هذا الجزء الاول من المحاضرة انتهى، ونكمل بالجزء الثاني.